بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STTC سالمون تريدنج شانل في كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة رقم 11 في هذا الكورس تحت عنوان الغربان الثلاثة السود 3 بلاك كراوس. هذا نموذج عاكس للاتجاه الصاعد، يتكون من ثلاث شموع طويلة حمراء تتدنى أسعار إقفالها، بمعنى أن سعر إغلاق الشمعة الثانية يكون في مستوى أدنى من سعر إغلاق الشمعة الأولى، وسعر إغلاق الشمعة الثالثة يكون في مستوى أدنى من سعر إغلاق الشمعة الثانية. وهذا معنى كلمة تتدنى أسعار إقفالها، أي أن كل سعر إقفال يكون أدنى من السعر الذي قبله، وهي جميعا إما بدون ظل سفلي أو بظل سفلي قصير، أي أن إقفالاتها تكون عند أدنى سعر لكل شمعة أو قريب جدا منه. وهذا دليل على قوة البائعين وسيطرتهم التامة على السوق، حيث أن إغلاق كل شمعة أدنى أو قريب من إغلاق الشمعة السابقة يشير إلى أن الأسعار تهبط بحدة وبلا تراجع، والإقفالات تقترب من أدنى الأسعار المتداولة خلال الجلسة. وهذا النموذج هو عكس الجنود الثلاثة البيض. والآن مع الأمثلة والتطبيقات العملية على الشارت. في الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب وفضل وأهمية وضرورة التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله
لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.